هبدأ مع دكتور غادة ladies first يعني، وهي الجروبز دي معظمها ladies مش كده؟ ده حقيقي. ليه الستات أكثر قابلية لأنهم يقعوا في الفخ بتاع مشكلة؟ طب نتفاعل معاها وننفعل ونحل، اشمعنى الستات؟ لا، هما نقول ايه الهدف انهم دخولهم اصلا الجروبات دي؟ هل هي مثلا في ناس بتدخلها وقت فراغ، في ناس داخله مجرد تفضفض، في ناس داخله بتشارك بتتفرج وايه اللي بيحصل وايه المشاكل اللي موجوده دلوقتي، وفي ناس داخله عندها اضطرابات نفسيه، هم دول اللي احنا بنخاف منهم بقى، اللي هي عندها مشاكل في بيتها وبتظهر بغير كده انها سعيده في بيتها عشان تحاول تاثر على نفسيه الستات التانيه، بتنقل خبره سلبيه للي ما عندوش خبره. ومع انتشار بقى الطلاق والامهات مشغوله، فبنيجي للسن الجواز بيدخلوا بياخدوا خبرتهم من الجروبات دي. ايوه ده الحقيقه. هي دي يعني في جروب بعينه، يا رب ما اقولش الاسم واغلط، ممكن كفيل انه يعقد اي حد او اي ست مش متجوزه من الجواز، وصعب ان انا اخش واتفاعل وكده، بقيت اتفرج بس من بعيد للاسف. فالبنات دلوقتي بياخدوا الباك جراوند بتاعهم الجواز منين؟ من الجروبات دي. اللي ما اتجوزوش، اللي متجوزين دي كارثه ثانيه، لان احنا بندخل في خبرات سلبيه بتاعت ناس ممكن واخداها من اسرتها، ممكن واخداها من حياتها هي عاديه، ممكن قاري على الجروبات دي. فاسهل حاجه بقت اتطلقي. اسهل حاجه سيبي اتطلقي، اي شيء لوحدك اندبندنت والكلام ده كله. فبقى طبعا ليه تاثير سلبي جدا على ارتفاع نسبه الطلاق. مش عايزه كلام يعني المصادر، وزي ما دكتور غادة بتقول كده احنا بنتأثر، سواء كنا بنتفرج او بنقول مشكلتنا او بس بنشارك بالنصيحة، كلنا بنتأثر.